بعد معارك طويلة استمرت لأشهر، تمكنت قوات المعارضة السورية المسلحة من فرض سيطرتها على اللواء 82 دفاع جوي الواقع بالقرب من مدينة الشيخ مسكين بريف درعا. وكانت قوات المعارضة قد سيطرت على المدينة منذ قرابة الشهرين، إلا أن قوات النظام استماتت في الدفاع عن اللواء 82 دفاع جوي مستعينة بقوات من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، لكنها لم تصمد أمام هجمات المعارضة المتواصلة. تطور ميداني مهم جعل قوات المعارضة تشرف على مدينة إزرع التي تعتبر من أبرز نقاط مراكز القوة لجيش النظام، كما أنها تعد من أهم خطوط الدفاع عن العاصمة دمشق. وتتزامن سيطرة قوات المعارضة على اللواء 82 دفاع جوي مع خوضها لمعارك مكنتها من السيطرة على ما يعرف بكتيبة النيران، وخوضها لمعارك للسيطرة على بلدة السحيلية والدلي ومواقع مهمة في الريف الشمالي الغربي لدرعا. تمكننا بفضل الله تعالى السيطرة على اللواء 82 بالكامل وعلى مؤخرة اللواء وعلى حاجز الكهرباء. الحمد لله رب العالمين. تجمع الويت العمري بالاشتراك مع كافة الفصائل المشاركة في معركة وادخل عليهم الباب قرة أسود الحرب. ويستمر تقدم قوات المعارضة بخطوات ثابتة لقطع الطريق الدولي بهدف وقف تدفق التعزيزات لقوات النظام في درعا، ما يمهد إلى التقدم شيئا فشيئا نحو العاصمة دمشق. وما تشهده ميادين القتال وإنجازات قوات المعارضة السورية المسلحة ربما لا ينسجم مع المعارضة السياسية وأروقتها، حيث تؤكد المعطيات على الأرض أن مالكي القرار هم من يقاتلون في هذه الخنادق. عمر الحوراني، الجزيرة، درعا. معارضة المتواصلة. تطور ميداني مهم جعل قوات المعارضة تشرف على مدينة إزرع التي تعتبر من أبرز نقاط مراكز القوة لجيش النظام، كما أنها تعد من أهم خطوط الدفاع عن العاصمة دمشق. وتتزامن سيطرة قوات المعارضة على اللواء 82 دفاع جوي مع خوضها لمعارك مكنتها من السيطرة على ما يعرف بكتيبة النيران، وخوضها لمعارك للسيطرة على بلدة السحيلية والدلي ومواقع مهمة في الريف الشمالي الغربي لدرعا. تمكننا بفضل الله تعالى السيطرة على اللواء 82 بالكامل وعلى مؤخرة اللواء وعلى حاجز الكهرباء. الحمد لله رب العالمين. تجمع الويت العمري بالاشتراك مع كافة الفصائل المشاركة في معركة وادخل عليهم الباب قرة أسود الحرب. ويستمر تقدم قوات المعارضة بخطوات ثابتة لقطع الطريق الدولي بهدف وقف تدفق التعزيزات لقوات النظام في درعا، ما يمهد إلى التقدم شيئا فشيئا نحو العاصمة دمشق. وما تشهده ميادين القتال وإنجازات قوات المعارضة السورية المسلحة ربما لا ينسجم مع المعارضة السياسية وأروقتها، حيث تؤكد المعطيات على الأرض أن مالكي القرار هم من يقاتلون في هذه الخنادق.